السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده كده قلت اعمل معاكم عشاء سهل وبسيط كده، امهاتنا كلها كانت بتعمله وما شاء الله كانت بتطلع طعمها حلو كده وبتعجبنا قوي. هعمل معاكم صينيه البطاطس باللحمه ومعاها كده شويه رز بشعريه، حاجه كده عايزه اقول لكم من الاخر جميله جدا ان شاء الله كده هتعجبكم بجد، طبق يستاهل ان انتوا تجربوه، طبق كده من يفكرنا باكل زمان واكل امهاتنا الحلو، ان شاء الله كده هيعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو عاوزين نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بسم الله نشوف الفيديو بتاعنا كده. هجيب كده طاسة على النار وهحط فيها حتة من السمنة كده، وبعد كده لما تسخن هنزل عليها على طول باللحمة. اللحمة هنا انا مقطعاها بالشكل ده وغسلها كويس ومصفياها من المية. بعد ما نزلت باللحمة كده هديها رشة من الفلفل كده، مش هنزل عليها خالص الا برشة من الفلفل بس. بعد ما ضفت لها الفلفل هسيبها مجرد دقيقة كده تغير لون بس، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني. بعد كده بقى هتن بعد ما اقلبها على الجنب التاني هضيف لها كمان حبة من الفلفل صغيرين، وكده يبقى انا ضفت للصينية بتاعتي تعتبر الفلفل بتاعها، مش هحط فلفل بعد كده. عايزه اقول لكم بجد ان طعم صينيه البطاطس باللحمه دي طعمها حلو قوي وما خدتش وقت كده، وان شاء الله كده هتعجبكم بس جربوها بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم ان هنا بقى غيرت لونها كده وكانت نزلت الميه بتاعتها ونشفت كمان. بعد كده ضفت لها كوبايه ميه، والميه دي لما تنشف كمان هديها كمان كوبايه، ولو احتاجت تاني هديها كوبايه، يعني هديها كوبايه كوبايه كده لما الاقيها خلاص يعني قربت على سوا. هنا غطيت عليها وسبتها كده لما تستوي، وهنا هجيب الصينية بتاعتي بقى وهحط فيها الخضار اللي انا هستخدمه. هنا في اي صينية عندك بقى هتستخدميها حط هنا، انا جبت هنا بصلاية كبيرة كده وقطعتها بالشكل ده، قطعتها الدوائر بالشكل ده، وكمان فصين ثلاثة توم كده قطعتهم برضو، يعني كبير شوية مش صغيرة قوي. وجبت هنا بطاطس كده قشرتها وقطعتها كده دوائر بالشكل ده. هنا انا بحط الموجود عندي، انت ممكن تضيفي اي خضار انت حباه كمان. بعد ما نزلت بالبطاطس كده هرصها بالشكل ده، وكمان عندي كده شويه من البسله كانت عندي في الفريزر طلعت شويه كده برضو هضيفهم لها. عايزه اقول لكم ان انا عملتها ني في ني كده، يعني ما قلتش ليها ولا عملت حاجه، بس عايزه اقول لكم بجد طعمها حلو قوي وخفيفه كده، وطعمها ان شاء الله كده هيعجبكم لو جربتوها. هنا قطعت كمان قرن فلفل كده، وقطعت كمان طماطمتين صغيرين كده متوسطين قطعتهم وحطيتهم بالشكل ده. هنا كده بعد ما رصيت الخضار بتاعي هحط بقى البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وبهار اللحمة وحبة كده من الكبيب الصيني وحبة من الشطة وكمان حبة من القرفة. بعد ما جهزت الصينية بتاعتي كده، هنا اللحمة كمان كانت نشفت كده، هاخدها بقى من على البوتاجاز وهضيفها بقى على الخضار. اللي هينزل مع اللحمة ده مش مية ولا حاجة، يا ده السمنة بتاعتها والدهون اللي نزلت منها، عشان كده مش هضيف بقى اي زيوت ولا اي حاجة للصينية. هستكفى كده باللي كان اللي انا شوحتي، انا كنت حاطة معلقة من السمنة كده وكمان الدهون اللي نزلت. هنا كانت اللحمة كده استوت، يعني كانت دخلت خلاص على سوا خالص، يعني حاجة بسيطة كمان، يعني هتستوي كمان مع البطاطس والخضار بتاعي هتكون طيبة جدا. هنا بضيف لها كده عصير طماطم، هنا ضربت طماطمتين كده، يعني طماطمتين كبار او مثلا ثلاث طماطمات لو متوسطين، وبعد كده تفضيهم عليها بالشكل ده. هنا الصينيه كده جهزت معايا، هدخلها الفرن لما تستوي كده وهديها لون احمر كده وهوريها لكم لما تطلع. بعد ما دخلت الصينيه الفرن بقى قلت اعمل شويه رز على شعريه كده، عشان هي ما تتاكلش الا برز على شعريه، او ممكن برضو تاكلها برز ابيض انت وراحتك، بس انا بحبها قوي بالرز بشعريه. كنت ضفت معلقتين كده من السمنه، وبعد كده نزلت بالشعريه وحمرتها لما اخدت معايا اللون الذهبي الحلو، وبعد كده نزلت بالرز. هقلب بقى الرز مع الشعريه كده، وبعد كده هديها شويه من الملح وهديله الميه بتاعته العبوه بتاعته، وبعد كده مجرد بس ما اغطي الرز بالشعريه كده هسيبه لما يغلي، والاول من الميه ما تنشف منه هتن مهديه النار عليه وهسيبه لما يستوي. الشعرية لو انت مش حابة تحمريها بسمنة ممكن تحمريها بزيت زي ما تحبي، الاتنين واحد عادي خالص. عايزة اقول لكم بجد الوجبة دي بتفكرنا كده باكلات امهاتنا الجميل كده، ووجبة سريعة وبسيطة كده لو انت يعني مش فاضية او اي حاجة، ده كلته نية في نية كده ما بياخدش وقت خالص، وبتحطها في الفرن وبتطلعي احلى عشاء معاكي. يا ريت ما تنسنيش بالاشتراك وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتحطوا لي لايك كده وتعليق حلو منكم.
هنا الرز كان استوى بالشكل ده، وبعد كده كمان اللحمة خلاص كانت استوت معايا، والبطاطس كان ما شاء الله. شوف شكل الصينية عامل ازاي، بجد شكلها وطعمها حلو قوي، وكمان اللحمة مستوية خالص، يعني اللحمة معايا مستوية خالص. يلا بينا بقى نغرف الطبق بتاعنا واوريه لكم شكله عامل ازاي بعد ما اقدمه معاكم. هنا كان عندي طبق كده على شكل قلب، حطيت فيه الرز وكبست كويس، وبعد كده نزلته في الطبق بالشكل ده، اداني شكل قلب كده. يعني انت ممكن تحطي اي حاجه عندك، بس انا كان عندي الطبق ده كده فحبيت ان انا استخدمه. هضيف عليه قطعه من اللحم كده وشويه من البسله كده على البطاطس علشان اقدمه معاكم، عشان اقدمه يكون شكله لطيف كده. يا رب بجد الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم بقى في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.